استاذ عبد الله، انا عارفه ان الموضوع كبير جدا وليه مشتقات كتيره جدا جدا، واكيد هيبقى لنا لقاء تاني نغطي معظم النقط، بس احنا متهيألي غطينا معظم النقاط الموجوده يعني من احنا ازمه بس المخابز. عايزين في رساله في عجاله في اتفضل. دقيقتين بنقول النهارده احنا، عشان برضو انا بناشد المواطن العادي، يا صاحب المصلحه، اصحاب المخابز ما هماش ضدك، اصحاب المخابز مواطنين شرفاء حريصين عليك وعلى مشاكلك وعايزين يقدموا لك رغيف عيش بسهوله وبيسره، ولكن اصحاب المخابز النهارده الدوله متجاهلاه من عام 2006 واحنا في عام 2012، تكلفه رغيف العيش لم تعاد النظر فيها، بناخد وعود، بناخد وعود، أنا فاهمة يعني كده، بس لك ان المواطن تتخيلي أي فاهمة. غير التكلفه انا بقى في 10 جنيه على كل شوال متمثله في فرق سعر السولار وسعر استكمال التكلفه اللي هم الخمسه جنيه، تخيل هي النهارده مشكلة، اربع شهور، اربع شهور شهر 8 و9 و10 و11 داخلين على 12 لم يتم صرف الحافز، صاحب المخبز يجيب منين؟ هيجيب منين؟ كل أستاذ دي عبد، حاجات لازم النهارده توضع امام السيد الوزير. انا النهارده لحد النهارده مش عارف اجاب الوزير التموين من يوم بحلف اليمين لحد النهارده، مشغول في ايه؟ في اهم من رغيف العيش في مصر، طبعا يا فندم، يعني ده كلام طبعا احنا عندنا مطلوب فيه علامات استفهام كتيره. طبعا عندنا مشاكل كتيرة جدا في مصر، ومشكلة أزمة العيش دي يعني مشكلة احنا بنتمنى ان احنا بنتمنى ان هي لا نصل لهذه المرحله، وبنتمنى ان يبقى في عجاله سريعه كده بنتمنى نقعد عشان ندرس هذا الكلام، وفي عجاله سريعه كده نهيئ الراي، نهيئ المناخ للصانع انه يصنع وللزارع انه يزرع، ده صحيح والعمليه كل واحد منا يشوف مصلحته، إن شاء الله. والا بقى يعني نرجع بقى للمنشطات العريضه ونخش بقى والله اللي بيعطل الاقتصاد وبيعطل السياحه واللي بيضرب كذا، المطالب اللي ما فيش مطالب فئويه ولا لا تقليل، ده طبعا حق كلام مشروع. للاستهلاك المحلي. استاذ عبد الله غراب، عضو الاتحاد العام ورئيس الشعب العام للمطاحن والمخابز على مستوى الجمهوريه، مشكوره جدا يا فندم، العفو يا فندم. وبتمنى ان شاء الله ان المشكله دي تكون على اولويات حكومه الدكتور مع كمال بدايه الجنزوري. الاجنده مع الدكتور الجنزوري ان هو بنتمنى طبعا، يراعي هذه بنتمنى المساله، وهذه بنتمنى المساله ستمثل خطر، طبعا اكيد، وفي يعني مشاكل اكيد، كتيره جدا يا فندم، لان اصل احنا 250 مليون رغيف، طبعا يا فندم يعني طبعا. انا عندي مشكله النهارده في جنوب الوادي مطاحن بس اللي هي وقفت، والمطاحن نقدر ندبرها من اي حته، عندي مشكله في اسوان وعندي مشكله في الاقصر وعندي مشكله في سوهاج واسيوط، ناس بتدور مش لاقيها، عمالين نشحن دقيق حاضر فهم. بالخساره عشان للعند، احنا بنعاند النهارده عشان ما نديش لها حقوقها، بيكلفنا النهارده اكتر من 10 15 مليون كل يوم. معلش يا فندم، انا العفو ان شاء الله يكون لنا لقاء تاني نتكلم ان اكتر شاء عن الله يا مشاكل فندم، ان رغيف شاء الله العيش، ان شاء الله. وخلونا ننتقل لفاصل ونكمل معاكم باقي فقرات نهارك سعيد.